مع وجود بعض المنكرات الظاهرة، يقوم بعض طلبة العلم والدعاة بإنكارها وبيان الحق ونشر فتاوى العلماء في مثل هذه المنكرات دون التعرض لولي الأمر، ويقوم بعض طلبة العلم بالإنكار عليهم ويقول دعوها للعلماء، فما الصواب في هذا؟ هذا بينه الله جل، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا لأهل السلطة، لأهل السلطة باليد، لمن لم يستطع فبلسانه. هذا لمن ليس لهم سلطة يبينون للناس إن هذا حرام وإنه لا يجوز، ويدعونهم إلى تركه باللسان فقط. هذا شأن الدعاة، فمن لم يستطع فبقلبه، ما عنده سلطة ولا عنده علم، ما يستطيع يبين للناس، ممنوع أنه يبين للناس أنه يدعو إلى الله، أنه هذا يكفي أنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهل المنكر ومكان المنكر، يبتعد عنه. نعم.